السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أرحب فيكم من جديد. اليوم معنا استطلاع لانتخابات مجلس الأمة 2022، وهذا الاستطلاع بالتعاون مع شركة رقابة لاستطلاعات الرأي وبحوث السوق. نبدأ بالدائرة الأولى. الدائرة الأولى عندنا مقاعد مضمونة. المقاعد المضمونة إلى الآن حسن جوهر، عيسى الكندري، وعادل الدمخي. متبقي سبع مقاعد يتنافس عليها: أحمد لاري، عبد الله المضف، أسامة الزيد، أسامة الشاهين، حمد المدلج، باسل البحراني، وغدير أسيري، وأيضا صالح عاشور، و فاخر القلاف، مع فرصة لحمد روح الدين وأحمد الشحومي ومخلد العازمي. في الدائرة الثانية مقاعد الضمان عندنا ثلاث مقاعد: محمد المطير، وأيضا بدر الملا، وخليل الصالح. متبقي سبع مقاعد يتنافس عليها: حمد المطر، عالية الخالد، حامد البذالي، علي الدغباسي، بدر نشمي العنزي، فهد المسعود، أحمد العوضي، عبد الله العرادة، وفلاح الهاجري، وأيضا عبد الوهاب العيسى، ونواف العازمي، وأيضا شعيب شعبان، وأيضا النائب السابق حمد الهرشاني. في الدائرة الثالثة عندنا مقاعد الضمان أو المقاعد المضمونة أو شبه المحجوزة: أحمد السعدون، وعبد العزيز الصقعبي، وأيضا عبد الكريم الكندري. متبقي سبع مقاعد تنافس عليها: جراح الفوزان، محمد العليان، مهند الساير، هلهل المضف، حنان جنان بوشهري، مبارك العرو، عمار العجمي، حمد العبيد، فارس العتيبي، عبد الله الكندري، محمد الجوعان، أسامة المناور، وعزام العميم، وأيضا مع فرصة موجودة لعبد الله المفرج، وأيضا إبراهيم دشتي، وسعدون العتيبي. في الدائرة الرابعة عندنا مقاعد الضمان إلى الآن: محمد الخليفة، أتوقع أن نحجز مقعدة من الآن، مبارك الطشة أيضا من مقاعد الضمان، وأيضا شعيب المويزري. ثلاث مقاعد هو مقاعد الضمان. يتنافس على سبع مقاعد المتبقية: عبد الله فهاد، مبارك الحجرف، ثامر صويط، معاذ دويلة، محمد هايف، عبيد الوسمي، ضيف الله برمية، متعب الرثعان، فواز الجدعي، وأيضا موضي المطيري، وفايز الجمهور، ومحمد الراجحي، وأيضا يوسف البذالي. الدائرة الخامسة هي أكثر دائرة يعني إلى الآن غموض، يعني دائرة صعب التكهن في مخرجاتها. توقعاتي أنا مقعد الضمان الوحيد اللي في الدائرة هو لحمدان العازمي، أما تسع مقاعد المتبقية فيتنافس عليها خالد مونس، محمد الدوسري، سعود العصفور، محمد الحويلة، صيفي الصيفي، سعود الصواغ، حمود الحمدان، عبد الهادي العجمي، أحمد مطيع، فيصل الكندري، مرزوق الحبيني، أحمد بن صميم العتيبي، يوسف الزلزلة، محمد المهان، عيد بن عايش، عبد الله عكاش، وأيضا جابر سعد المحيلبي، وماجد مساعد المطيري. هذا الاستطلاع خلال
يومين إذا جريت الانتخابات خلال يومين قادمين. ستكون هنالك استطلاعات أخرى خلال الأيام القادمة، وهذا الاستطلاع يمكن الاعتماد عليه خلال اليومين القادمين فقط، والله ولي التوفيق.